رأيي في ورش العمل اللي بتتعمل مع مؤسسات المجتمع المدني اللي وخاصة يعني عامة وبالخاصة أنا لين دي بتجرب وجهات النظر مع الأعضاء الشبكة إنهم هم أو أعضاء المؤسسة المعمول فيها ورش العمل، بيتخلي الناس في تبادل أفكار، بتطلع بمعلومة جدية، بتتناقش على أرض الواقع، بتحقق نتيجة نجاح. أما بالنسبة للمجتمع المدني واحتياجه، المجتمع المدني محتاج إن هو يفهم بعضه إزاي، بالتقارب، بورش العمل اللي احنا تكلمنا عليها مسبقا. لازم يكون في تدريبات عشان يكون في لينك بين الأفراد وبين المعنيين، ويكون في تواصل.